على ملعب استاد القاهرة ووسط حضور جماهيري كبير، انطلقت أمس أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجي. تواصلت الجماهير على استاد القاهرة منذ 1 ظهرا وحتى 6 مساء، وامتلأت المدرجات بالمشجعين من كافة الأعمار الذين حضروا لدعم منتخب بلادهم في أولى خطوات مشواره في البطولة الإفريقية. وعن استضافة مصر للبطولة هذا العام، فوصفت أغلب وسائل الإعلام العالمية التنظيم بالرائع، كما أشادت بحفل الافتتاح المشرف. رضوى مجدي، الوكالة نيوز.